السلام عليكم صحباتي، لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ الله يخليكم ليا والله يحفظكم والله يسهل على كل واحد يا ربي، ويسهل علينا وعليكم يا ربي. صحباتي كنشكر كل واحدة على التعليق كتكتبوا ليا، على كومنت كتكتبوا ليا، على اي حاجه كديريها ليا كنقول لك شكرا اختي، جزاك الله خيرا. البنات عندنا شي حاجه جليبات غزالين وشي حاجه زوينه. الناس اللي كيسولونا العيد الاضحى الله يدخلوا علينا وعليكم الصحه والسلامه يا ربي. كنقول لكم بان كنوجدوا كيف العدد دو بياس، كنوجد قمصان وكنوجد جلالب بياسه واحده. وعاود عاوتاني الفيديو ان شاء الله اللي هو جاي غيكون عندنا جلالب روميين، يعني جلالب ديال تبدل يوميا، غيكون عندنا ان شاء الله في الكريب مزوق. البنات غنخدموا في الكريب مزوق شي حاجه زوينه. الناس اللي كيسولوا المحل ديالنا فين جا وفين كاين اختي؟ المحل ديالنا في كازا، بالضبط في حي الازهر برنوسي. كتدخلي لحي الازهر سولي على ملعب الوفا، تيران اللي كيلعبوا فيه الدراري كتسولي عليه، ملي كتوصلي حتى كتوصلي له سولي على قهوه المرضي. يعني حاولي مثلا تسولي غارديان، سولي مشي من المحل قولي قهوه المرضي غيوريها لكم، انا شاده عليها مكتوب في الباش ديالي في الاشهار ديال المحل خياطه الادارسه. ومرحبا بكم البنات. كي قلت لكم عندنا شي حاجه غزاله في الجلالب، نوعت لكم في اللوينات. المهم تبارك الله كوليكسيو كاينه كثيره الحمد لله وجدان. نتوما كتشوفوا السانتر هذا كامل للبيع، كاينه شي حاجه قفيطنات وكاينه شي حاجه جلالب، غير هي الوقت صاحبتي باش نسجل كل مره. علاش غبرت عليكم؟ يعني عرفتي كتجي يلا كتجري كترومي كتجيبي الالوان كتفصلي كتوجدي الكوموندا. الحمد لله ملي عطيت المعلمات كيخدموا دابا كملت الفصاله، يعني بقات لي غير شي حاجه قليله ديال الكليان صافي، بديت كنعاود نسجل لكم ان شاء الله الفيديوهات البنات، حيت انا راه كلشي كنخدمو انا بايدي، هادشي علاش كنغبار عليكم البنات. شوفوا هاد الجليليبه بالرباطي باليد، خدمتها في البلونكاسي باج، سمحوا لي ندير لي سيلونس. كي قلت لكم البنات خدمتو في الباج البنات، شفتوا اللوينات مهدنين بزاف. هذا راه مرتدي الله جاي الغوص قيمرون، واحد مرتدي الله فاتحه، هذا باش ترابي اللي كيقولوا اللون ديال الشعر ديال الشمس ديال الجمل يا ربي. وهذا راه خرج فيه كيف العاده، هذا الصم كارتي، يعني الصم مهدن بزاف ما مصفرش طالع. خدمته بنص ثوق عقيدات بلديين، تضريس في القب والكمام طريزه باليد، والخدمه واقفه بالماكينه، ولكن ماكينه نيته البنات، ماشي ماكينه باينه وشي خدمه سواقيه، يعني خدمه على حقها وطريقها. انت اختي جلابه ملي غتوصلك غتشوفي الكاليتي ديال الكريب اللي خدمت لك فيها. وهي جلابه كتبات لي، قالت لي واحد السيده جزاها الله خيرا كتقول لي حنان ما تحتاجيش تشرحي حنان، جلابه واقفه كتبان جلابه بلا ما ولكن كنحاول نقرب لي فيه شي حاجه راه فيها اختي. ولفت نشرح لكم ولفت نوريكم الخدمه ديالي. وعاود عاوتاني انسى الناس اللي داخلين جداد عندي في القناه، كنقول لكم مرحبا بكم البنات اللي تابونات عندي جديده. كنعاود تشوف عاوتاني تشوف الخدمه ديالي، شفتي راه جلابه بصح راه كتهزيها كتشوفي التوب ديالها كي داير لينا الحمد لله. جلبسنا في الكريب وعاودنا وكل شيء الحمد لله لابسه وعارف الجوده ديالو كيف دايره. وعاوتاني الخدمه راها شاكره راسها، يعني الحمد لله حنا كنلبسوا الجلابه راه هي ضروري كتكون عندنا، وعارفين الخياطه الزينه وعارفين الخياطه اللي كتكون متقونه البنات، وخياطه سواقيه وخياطه الزربره ما عنديش انا. شوف بياسه توجد على حقها وطريقها ونقيه وتعجبني انا هي الاولى، عاد نعطيها الكليانه تعجبها. لعجبتني البياسه راه كنشدها من عند المعلمات، ولا ما عجبتنيش ما كنوريهاش ما كنشدهاش كاع حتى من عند المعلمه كنردها لها نقول لها عاودي صايبيها. نعطيكم العبارات ديال هذه، طاية صغيرة البنات، هذه 39 في الكتاف، 57 في طول الكم، 29 في الصدر، 28 في الحزام، 30 في الحوض، والطول 1.36 متر. البنات الثمن ديالها ب 900 درهم، بالنسبة اللي بغى يكوموندي بحالها ب 700 درهم البنات. اللي كيقول لك بالنسبة واش كتلبس الال واش الاكس ال، بحال مثلا دابا هذه غتلبس الال والام البنات، هادي كتلبس الال والام. غنعطيكم ابره الشرقيه البنات، ابره الشرقيه بالرقيق نيت، خديمه نقيه كما كتشوفوا فيها. عرفتي شنو هي الخدمه؟ الابره الشرقيه راه فيها الغليظ اللي كيديروا الخيط على اربعه، اللي كيخدموه بالمبروم، اللي كيخدموه بالقصبه، انا كنخدمها بالخيط ديالها فهمتي، بالحرير ديالها. هو كيتخدم اصلا الحرير ديالها في اسفيه البنات، شوفوا الخدمه كي دايره
رقيقه ما مزغباش، لان هذاك المزغبه بزاف كتكون غليظه كتسرب البنات. وانا ما كنديرش ليها الكولا، انتما كتشوفوا الخدمه ما فيهاش الكولا، كاين اللي كيدير ليها الكولا كتجي واقفه مقرقشه، والكولا الا خرجت لك على برا كيبقى السيكاتريس ديالها دايز من هنا من الجناب ديالها. انا شوفوا الخدمه كي دايره، خدمتها بالديكراديات ديال الموفت ورابي، شفتوها لما عندي على هانتي الزغب ديالها كي داير ما كيتسربش نهائيا، يعني شتي كون كان يتسرب غيتبع ظفر يا البنات. هانتوما الخدمه برشمان كلها واقفه باليد، طرزه وخياطه باليد البنات. برشمان حتى هو لقيت برشمان معنى الكلمه البرشمان. شوفوا الخدمه كي دايره نقيه البنات. غنعطيكم العبار ديالها، خدمه في الكريب ديال بن سوده، العبارات ديالها 42 في الكتاف، 60 في طول الكم، 32 في الصدر، 31 في الحزام، 33 في الحوض، والطول متر و37. هاد ديال البنات كتبقى ب 1200 درهم. عرفتي صحاباتي راه غير الخياطه ديالها بوحد هاد الابره الشرقيه كنشدها من عند الكليانه ب 1200. هادي سولديتها درت لها 1200، مع ان الابره الشرقيه ما خاصنيش نسولديها. شوفوا البنات هادي عجيبه البنات، الرشمه العجيبه ما تسمت عجيبة عجيبة. الحمد لله بقى مطلوبة وبقى مشهورة عندي، والحمد لله يعني اللوينات اللي حطيتها فيها كطلع فاش ما خدمتها البنات، فاش ما خدمتها. شوفوا الوريدة كي طاحت، شوفوا الخدمة ما شاء الله ما شاء الله. نقول لك اللوينات غزالين، انا اصلا عجباني كنكون شكر جلابيتي ماشي كنشكر جلابة باش نبيعها. عجباني عجباني الالوان اللي حطيت فيها، عجبتني الخدمه اللي عطيتها، وكنقول مع المعاونتني بالخدمه والاتقان ديالها الله يعطيها الصحه وصحه المعلمين اللي كان اللي تساهم فيها وخدم معايا. كنقول لك اختي الله يعطيكم الصحه لبنات ولا ولاد البنات ولا ولاد رجاله. شوفوا التدريس كي داير، ما كيقول لك كتبقى كتشكري غير المعلمات، وفين هما المعلميه اللي كيخدم بالماكينه واللي كيخدم باليد واللي كيزوق واللي كيدير هاد التدريس؟ قال لي فين واللي كيبروم واللي كيطلع الضفيره. يلا الحمد لله حنا مجموعه وجروب البنات ما شاء الله. اش غنقول لك اكثر من 66 صانع وصانعه معايا في المحل اللي كيخدموا الرامضه ولا الطرز، واكثر البنات ولا لا اكثر. كاين الناس المعلمات اللي كنتعامل معاهم مباشره، وكاين المعلمات اللي كاينه بحال مثلا الراندا دايره وحده كتجي عندي المحل وهي عندها شي 36 معلمه ولا اكثر كتفرق لهم الراندا هكا عامله. عاوتاني مع بالنسبه للتنبات دايره وحده اللي مكلفه ليا بالتنبات، وعندها المعلمات اللي تابعين تحت منها، يعني كيعرفوا غير الخدمه ديالهم كتشوف، كيعرفوا غير حالا قالت لهم يعني باش كلهم استقبلهم في مره وحده عندي في المحل ما يمكنش. كتجي عندي وحده كنخصص لها واحد النهار في الصباح كنعطيها الخدمه كامله، كتمشي هكا عاوتاني سيستم الغد عاوتاني، كتجي المعلمه ديال الترباطي كتمشي، المعلمه ديال الرانده كتمشي، يعني كل ساعه كنعطي كل نهار كنعطي الوقت لوحده. والله رزقنا العوين، مازال شي نهار ندير لكم لايف وتشوفوا ان شاء الله كيفاش كدوز الخدمه عندنا في المحل ان شاء الله باذن الله. طولت عليكم هذا الفيديو ولكن درت فيديو توحشكم نهضر معاكم وكل شيء. البنات شوفوا الخدمه، شوفوا اللوينات، كاين خرج فيه، كاين بلوسيال، كاين مسكي، كاين لغوز رماني يا البنات، ماشي غوز فيشيا. صراحه جات غزاله وخدمات فنيونه، افتتاحات في الجنابه البنات. غنعطيكم العبار ديالها، العبار ديالها 40 في الكتاف، 61 في طول الكم، 29 في الصدر، 28 في الحزام، 32 في الحوض، والطول متر و39. والطول صحاباتي ما كعارفين وكيتنقص وكيتزاد البنات، الطول راه كيتنقص وكيتزاد. بالنسبه للثمن هذه كتبقى ب 800 درهم البنات. شوفوا هذه عاود، شوفوا هاد الرشيمه جديده البنات عندي جديده وركت عليها. هاد اول مره كندوزات خدمات، ولكن تبعت البياسه قبل من البياس قبل ما يدوز في القناه. دابا ها واش كنقول لكم البنات، حاولوا تدخلوا عندي الانستغرام، الانستغرام ديالي فيه توا حنان الادارسه، تيك توك ديالي توا فيه حنان الادارسه. كاين شي بياسه اللي كتوجد كنصورها كدوز في الانستغرام وما كدوزش في القناه. لاش كاع الناس اللي كاين عندي هنا في القناه تابونوا عندي في هذا في الانستغرام وفي تيك توك البنات. الفيسبوك حتى هو كنحط فيه شي حاجه قليله حتى هو حنان الادارسه. شفتوا هاد التلوينه، شوفوا هاد الرشيمه غزاله البنات، وعرفتي وعاطيه العين وجات فنه فنه فنه، عرفتي فن في الفن البنات. خدمتها ماشي حماضه اللي كيبان لكم، هذا دم الغزال، ما بغيتش هذوك الحموريه المشعشعه. خدمتها بالكري فاتح والكري غامق، هذا كري فاتح وهذا كري غامق، وهذا دم الغزال. تخدمت بالدقه بالرباطي،
دقه فرنسيه، الطرزه كلها دايره معكم البنات، الطرزه كلها دايره معكم. عقيده بلديين، تدريس في القب والكمام، الكريب بن سوده في الكحل، والكريب ديال بن سوده غزاله البنات، راه هو اللون ديالها كيبان ليكم، وكي على ذكر يعني الجلابه كتهز كتبان لك اختي، شاكره راسها. نعطيكم العبارات ديالها، العبار ديالها 40 في الكتاف، 59 في طولكم، 29 في الصدر، 28 في الحزام، 32 في الحوض، والطول مترو 37. الطول راكم عارفينه البنات كيتنقص وكيتزاد، هذه البنات ب 900 درهم. غنعطيكم اللون الباربع البنات، غزال هاد اللوين، درت بحالو دابا تشوفوني لابساها، حتى هي رشيمه بحال هكا نفس الالوان خدمتها، جات مهدنه خدمتها باللوينات فاتحين، وجات فن في الفن البنات، راه التصوير ما عندوش علاقه، عرفتي البنات التصوير ما عندوش علاقه مباشره، مباشر احلى واحسن البنات. انتو باش كتعرفوا الفيتر ما كنديروش، ما كنديرش الفيتر، مخليه كيف كان الكاميرا ما كنزوقهاش، شي الكاميرا اللي كنقاده نحطها في التليفون بس، الاضاءه كاينه وقليله ماشي كثيره باش ما تضغطش ليا على التوب وتبهت ليا اللون ديالو، كنخدم على الواضح وما انني مباشره احسن البنات. راه كتقراوا في الكومونتات كيقول لك مباشره الجلابه اللي جات وصلتني حسن مني انني شفتها في التليفون. شوفوا الخدمه كي دايره، هذا البنات بالبريد، والبريد بالرقيقه البنات، هذه الدقه الفرنسيه بالرقيق، وهذا الرباطي دخلت فيها السومو اللي هو فاتح والمسكي والموف، ودخلت فيها الخرشفي. هاد الوسطاني، هاد الحبيبات الوسطانيين هما لي صام بغونز، ولكن صام قليل البنات، انا كيعجبني ندخلو، فهمتوا البنات عزيزي، كندخلو في الجلابه. لي ما كتبغيش الصم وما كتبغوش جلالب يكون صم، حاولوا تكتبوا لي في الكومونتيرات بينكم ما بغيتوش الصم، غنبقى نلونسي لكم جلالب بلا صم البنات، ولا كان عجبكم الصم كتبوا عاد خلي الصم بغونز، راه كي يعني فهمتي، عاونوني البنات في الكومونتير هكا باش نعرفكم شنو كتبغيو. شوفوا انا كيعجبني الصم ندخلو، شفتوا كاين شي بياس ما دخلت فيه وكاين شي بياس دخلته، بحال هذا راه صم برونز البنات. هانتوما الخدمه كي غادا، التضريس كي غادي، فنيونا البنات، جلابه برشمان ماكينه، طرزه باليد، افتحات في الجناب. نعطيكم العبارات، 41 في الكتاف، 60 في طولكم، 29 في الصدر، 28 في الحزام، 32 في الحوض، والطول مترو 40. هذه البنات كتبقى ب 800 درهم، عرفتي تقريبا اللي وجدت لي فاطمه كلهم طايه وحده، ما كاينش لي طاي مختلفين. ها لا تبارك الله على دارت لي لي طاي وحده، كنحاول نعطيكم اليوم شويه المختلفين في لي طاي. نشوفوا هذه طايه كبيره البنات، فرشمه العجيبه شفتوها، هذه 3 متر ديال الثوبه البنات، هذا موطارد، موطارد غزال، واحد لوين فنه شفتوا زوين في الكريب البنات. خرجتها بالفصاله ديالها بحال الشكل ديال من التحت، بحال الشكل ديال الكسوه يعني بلا فتحه، شفتوا خرجتها كلوش البنات، خرجتها بلا فتحه. غنعطيكم العبارات ديالها، المهم شوف نشكر لكم الخدمه، نوريكم الخدمه. شوفوا الورده درتها بالغوج بريك، دخلت لها هاد اللوينات اللي مهدني، هاد المخضر البنات، المرتديلا، الغوج فيشيا، الشويبي، هذا الباج البنات فاتح بزاف، وهذا المسكي، وهذا اللون العافيه، جات زوينه البياسه كي قلت لكم عجيبه، راه غزاله غزاله ورشيمه نقيه البنات، واخا انها تحاولت انها تقلدات ولكن ما طاحتش بهذه الجوده، ولا اختي ما طاحت بحال هاد الجوده شفتها، ولكن جابوها حتى عندي في المحل لابسينها، ولكن لا علاقه مع الرشمه ديالتنا، ما غنشكرهاش لكم يعني بزاف، ولا حتى هي هذيك زوينه، ولكن هذه زوينه، علاش؟ لان الرشمه والاتقان ديالها وحتى الابداع في الالوان البنات. شوفوا الخدمه كي غاده، التضريس ديالها، وملي كتهزي ايدك ملاقيه التحتانيه كتكون مدرقه عندي من هنا، قلبوا جلالب اللي يكونوا عندكم واش هكا ولا لا البنات. غنعطيكم العبار ديالها، العبار ديالها هذه طايه كبيره، 46 في الكتاف، 59 في طولكم، 35 في الصدر، 35 في الحزام، 37 في الحوض، والطول متر و 40. الطول راه كنت كيتنقص وكيتزاد، والثمن ديالها البنات ب 900 درهم، 3 متر ديال الثوبه البنات، وخليناها غير 900 درهم. نعطيكم هذا الموف، حتى هي غزاله، شوفوا اللوينات ديالها، رشيمه هي كتجي زوين، عرفتي البياسه ملي كتلبسيها البنات كتجي رشمه هنا في الكتف شفتوها، كتجي وحده هنا وحده هنا لتحت، ودرتها هنايا عاود ما غندير فراس لكم بدلت، درت بلاصه الجلبه
كتبدلي شويه. هاد الرشيمه حتى هي زوينه البنات، شوفوا هادي راه كلها يعني بالمبروم، خدمتها بالبريد، هادي البريد شفتوا على سعر دائره، وهذا البريد حتى هو، وهذا كيقولوا نرويجي البنات، خدمتها بالطرزه باليد والخياطه ماكينه، شبيكات بالخياطه بالرقيقه البنات، تضريسها هو القبه، انت كتشوفي فيها اختي شفتي الفصاله ديالو كي دايره، والخدمه ديالو كي دايره، ما كيبانش لك السورجي نهائيا، فيها جوج فتحات في الجناب. غنعطيكم العبار ديالها، العبار ديالها 41 في الكتاف، 61 في طول الكم، 31 في الصدر، 30 في الحزام، 32 في الحوض، والطول 1.37 متر. هادي البنات كتبقى ب 700 درهم، هادي اختي كتبقى ب 700 درهم. ومرحبا بكم البنات، كاينين شي حاجه بصراحه، كاينين جليبات زوين. نعطيكم هادي حتى هي، هادي في المليفه الاولى، هادي مليفه الاولى البنات، يعني مبرده وبارده، لان المليفه الاولى كتكون غير بالخيط ما فيهاش النيلون، شفتوها غزاله اللوينات ديالها الفنيونين، الرشيمه ديالها فنه، فيها الخضيدر، فيها الموف، فيها الباج ترابي، وفيها الغوز فيشيا، واحد الغوز محمر البنات فنيون. شوفوا البريد دقه، شوفوا الدقه كي عامره البنات، شوفوا الخديمه راه الفن البنات، والله يا اختي الخدمه ديالي غزاله ونقيه مباشره احسن. شوفوا انت، شوفوا الدقه كي دايره والخديمه كي غاديه، انتم الخديمه. غنعطيكم العبار ديالها، العبار ديالها 39 في الكتاف، 58 في طولكم، 28 في الصدر، 27 في الحزام، 30 في الحوض، والطول 1.32 متر، والثمن ديالها كتبقى ب 800 درهم البنات. شوفوا هاد الرشيمه كامله بحال هكا باليد وبالبريد وبالدقه، والثوب ديال 250، يعني اللي ما كيحببش ليكم ما كيتشنتفش. ونزيدك حاجه اخرى، ملي كتكوني لابساها وكتضرب فيك الشمس ما كيبقاش لك هذا اللون، نحيد هاد الخيط، ما كيبقاش لك هذا لون وهذا لون، يعني كيبقى لون واحد البنات، ما كتكشفش لك هاد التكماش اللي كيبان لك غير ديال البياس ملي كيت ملي كيتزير كيتكمش. شفتوا انا نسرح لكم باش تشوفوا، هذا غير التكماش ديال السانتر. هاد ديال البنات كي قلت لكم كتبقى ب 800 درهم. تسناو البنات فيديو واحد اخر ان شاء الله، غنحاول نحط لكم جليبات رومي في الكريب مزوق ان شاء الله باذن الله، ومخيط خديمه غزاله البنات ان شاء الله باذن الله. البنات ما تنساوش تشجيعات، كومونتير، قول لي شنو بغيتوا، لي طاي اللي بغيتوا، واش ندخل الصم ولا لا. وبالنسبه للبنات اللي بغاو العنوان ديالي، ولا كي مثلا ما عرفوش بالضبط فين كاينه انا، واخا انا كنعطي العنوان، يتواصلوا معايا في التليفون ونصيفط لهم كوليزاسيون ان شاء الله تجيبهم حتى لعندي. والسلام عليكم، فيديو واحد اخر البنات، ما كرهتكمش تشجعوني وتدخلوا كاملين لعندي الانستغرام، باش هكا كتشوفوا موديلات زوينين كيتحطوها البنات. السلام عليكم، فيديو واحد اخر.